أولا قبل ما نبدأ الكلمة ديالي كنشكر المواقع الإلكترونية اللي حضرات باش تغطي هذا الحدث، وكنحيي عاليا اللجنة المنظمة اللي شرفات على هذه العملية ديال التكريم. وحنا في إطار تحضير هذا التكريم كان البداية ديالو كانت في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مبادرة مجموعة ديال الإخوان اللي بادروا بتفكير في ديزينيسياتيف اللي قدروا يجمعونا ويلاقيونا مع البلدة ديالنا، لأن البلدة فعلا تفتقد لمبادرة من هذا النوع. الفكرة جاءت عبر موقع التواصل الاجتماعي يوم 20 يناير، بمبادرة ديال الإخوان ديال مجموعة ديال الإخوان اللي قاموا بزيارة المعلمة ديالهم، معلمة القسم السادس الأستاذة العليا أوراق. كانت زيارة بشكل مفاجئ لهم الأستاذة في مدينة الخميسات. المبادرة لقيت واحد استحسان كبير من طرف الأستاذة، لدرجة أن يعني تأثرت بزاف بهاد المبادرة المفاجئة. من بعد تخلق نقاش في الفيسبوك ديال أن كيف يمكن لنا أن نقوم بمبادرة من هذا النوع، خصوصا وأن النسيان طال مجموعة من الفعاليات المحلية، النسيان طال مجموعة من الأطر التي اشتغلت كثيرا وأعطت الكثير في ظروف معينة، والكل يعرف حجم التضحية وحجم الإكراهات التي عانى هذا الجيل من الأطر. قلت أن ثقافة الاعتراف كانت تنقص البلدة. خدينا المبادرة وبدينا في التفكير في هذه المبادرة، وبإمكانيات ذاتية يعني كان الاتصال مجموعة من الإخوان لا داخل المغرب ولا خارجه. وهنا أحيي عاليا الإخوان اللي تفاعلوا معنا من خارج المغرب، لأن موقع التواصل الاجتماعي أتاح لنا الفرصة بعقد الوصال مع مجموعة من الإخوان اللي هاجروا لظروف معينة. بعد بدأ التفكير من سيكرم. كانت لائحة كبيرة وكانت اجتماعات أقول ماراثونية، لأنها كنا كنحاولوا نتلاقى وحنا ما الموقع الجغرافي ما كيجمعناش كاملين. كانوا إخوان سلا، كانوا إخوان من الرباط، إخوان من الخميسات، الدار البيضاء، سيدي سليمان، إلى جانب كما قلت سابقا الإخوان اللي من خارج المغرب. دونك طرحنا في ان سونداج في الفيسبوك ديال من سنكرم، من يستحق التكريم. في البدايه طرحنا المدارس، من بعد بدات كتبلور الفكره ومشينا للاشخاص، ودارت ان ليست، دارت واحد اللائحه مطوله، ونظرا لحجم الاكراهات اللي كان عندنا، لان كيجلس التمويل ذاتي وامكانيات ذاتيه، حصرناها في 20 شخص. لا يعني اننا كنا نقصي الاخرين او نسيناهم او شيء من هذا القبيل، بل بالعكس من ذلك ان كنقولوا فاش كنكرموا هاد ال 20 شخص كنكرموا جيل باكمله، بشكل اللي ان هذا الجيل هذا يمثل واحد 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 الجيل اللي عطى. كنحيي عاليا كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا الحفل، وحيي عاليا الاخ نبيل، الاخت جميله، المجهودات اللي قامت بها، الاخ عزيز، الاخ طارق، الاخ خالد، الاخ محمد حرشي، الاخوان لكل واحد باسمه، كل من ساهم في هذا الحفل. كنعتبره كما قلت سابقا ان هذه اللحظه تاريخيه. نتمنى
أن نكون قد أسدينا ولا قد اعترفنا بشيء من الجميل اللي كان لهاد الأشخاص علينا. نتمنى كذلك أن تكون هذه بداية لأوراش أخرى ولمبادرات أخرى في سبيل رفع الحيف والتهميش عن هذه المنطقة. أشكر كل من حضر لهذا الحفل، أشكر كل من لبى الدعوة، أشكر كل من ساهم في هذا الحفل. وكخاتمة أقول رسالة لكل الفعاليات الجمعوية داخل المنطقة. المجال خصب وكي غنقولها بالدارجة، التيران خصو يعمار بهذا النوع من المبادرات. وشكرا للموقع الإلكتروني وتحية للجميع.